السلام عليكم، مرحبا بكم في التيوتوريال الخامس ديال السي شارب. دان غادي نهضروا شويه نزيدوا شويه نهضروا على لي كونديسيون. المره اللي فاتت كنت قلت لكم واحد الجمله اللي هي ايلز اف، تنزيدوهم في بلاصه واحده. السيناريو ديال هذا التيوتوريال هو اننا مثلا عندنا اون مويان، غادي نطلبوا ليوتيليزاتور يدخلنا لا مويان ديالو، ومن هذيك لا مويان غادي نافيشيو ليه واش مدوبل، واش ناجح، واش راه تراباج دانو مزيان. على حساب ما تعلمنا المره اللي فات، كرياسيون دون فاريابل هي اول حاجه تنديرو، لا ديكلاراسيون ديال فاريابل. الا خدمنا بانت ما غاديش تصدق، لان النوت ممكن يكتب لنا 4.5 4.5 بلا ما 13 مثلا، ننفرض 13.5 ولا 19.5 ولا 19.75، هذه هي الموين مثلا ولا 10. المهم غتكون فيها الفاصلة، يعني نديرو دوبل دوبل او لا فلوت. اذا نخدمو بدوبل هنايا، اذا عندكم الحق تختاروا اللي بغيتو، يا دوبل يا فلوت. ومن بعد في التوتوريال افونسي شويه غادي نقول لكم علاش كاينه دوبل وكاينه فلوت بوحده وكذا. المهم نخدمو بدوبل دابا، وغادي نسميوها موين، وغادي نديروها تتساوي. هاد المره اش غنديرو؟ دوبل بوان بارس، غنديرو العمليه كامله في سطر واحد، لان احنا دابا غادي نجي نتعلمو باش ما نبقاش نكثروا عندنا في لي ديال الكود. دوبل بوان بارس كونسول بوان ريد لاين. اذا مادام درنا هاد العمليه كامله في سطر واحد، ديكلاراسيون ولافيكتاسيون ديال الفاريابل، وفي نفس الوقت ليكتور ولا ناخذ شي حاجه مع ديوتيليزاتور، داك الميساج اللي غنافيشيو ديال سيل فو بلي اونتري فوتر نوت، غادي نديرو قبل من ديكلاراسيون ديال الفاريابل. اذا هذا هو اللوجيك. اذا كونسول بوان رايت لاين، غنكتبو هنا في رايت لاين دوني فوتر نوت ولا موين جي ني غال بلا شينار، صافي. اذا دابا عندنا لا موين، عندنا الميساج اللي غادي يخرج لنا، وريد لاين باش نديرو بحال بوز. الوغ مانتنو غادي نديرو اون كونديسيون على حساب ديك لا موين، باش نافيشيو ليه لا مونسيون ولا بلا ما نافيشيو لا مونسيون، نافيشيو ولا غير واش ادمي ولا نو ادمي ولا غاتراباج، ردوبلون ولا غاتراباج ولا ادمي، على حساب لا نوت. كما تتعرفوا اللي جاب فوق من 7 تيكون، اللي جاب 7 ما بين 7 و 10 ولكن ما وصلتش ل 10 غادي يكون راتراباج، اللي جاب قل من 7 يعني وما وصلش ل 7 قل اصغر قطعا من 7 النقطه ديالو غادي يكون غدوبلو، و الا جاب فوق من 10 او لا 10 او لا فوق من 10 راه ادمي. اذا هذا هو الكونديسيون عندنا. اذا اف الكونديسيون الاولى هي موين، اذا طولت هذيك الفاريابل ما فيها ما يبقى يعاود فيها بلاص موين، ولا نكتبها موين اذا كانت موين اكبر من ولا اصغر من اصغر قطعا من 7، ها اش غادي يدير لنا؟ غاتباج ايلز. هنا فين غنديرو ايلز اف كونديسيون اخرى، يعني الى لا الى ما كانتش هاد الكونديسيون هادي، شوف ليا واش كاينه هادي هاد الكونديسيون اخرى اللي هي الى كانت لا موين صغر قطعا من 10، موين صغر قطعا من 10 اوتوماتيكمون غادي تكون
حتكون لا نجيب له هنايا لي غاتخباج، غاتخباج مزيان. وهنا غنديرو else if عاوتاني، else if لا نوت صغر قطعا من 20، موين موين صغر قطعا او يساوي 20، ممكن تدخل 20. then هنايا ادمي مهم. هنايا غادي نعوضو دوك الميساجات هنايا، كونسول كونسول و رايت رايت لاين باش لا بلون بين قوسين ادو بلوند هنايا شي سوقنا. المهم هنايا غادي نديرو غاتخاباج غاتخاباج، وهنايا غادي نقولي هادشي عندنا هنايا. نعاودو ندوي شويه على هاد لي كونديسيون قبل ما نلونسيو البروغرام، ولا نلونسيو وندوي عليه. اذا مثلا عندي لا نوت ديالي غادي نحط هنايا 17، لا اونتري ادمي، نعاود نلونسي البروغرام. الا حطيت مثلا 10 ادمي مزيان 7 اتراباج 0 ردوبلو. عندنا دابا واحد البروبليم انا نقول لكم، مثلا نحط ليا 22 في النقطه، فوالا ما غادي افيشي لي والو. نفرض مثلا حط ليا ناقص 17 في النقطه، غادي افيشي ردوبلو. اذا 22 وناقص 17 ماشي ما يمكنش يكونوا في سميتو في لي كونديسيون ديالنا. اذا خص هنايا لا مويان تكون صغر من 7، وفي نفس الوقت تكون لا مويان كبر من 0، كبر من او يساوي 0، باش الا حطنا شي حاجه نيجاتيف غادي يطلع عليه الميساج اللي غنكتبو من هنا شويه، هو ان لا نوت اللي دخل اي نوت انفاليد، الفورما ديالها انفاليد، يعني خصها تكون ما بين 0 و 20. اذا داكشي علاش غنديرو هنايا اي، يعني هاد جوج ديال لي سيمبول هادي راه عاوتاني جوج مرات اند، يعني خص تكون هاد لا كونديسيون صحيحه، اي هاد لا كونديسيون صحيحه، يعني خص يكونوا بجوج صحاح الا بغينا نافيشيو هاد الميساج اولا ندخلو لهاد البلوك. خص تكون مويان صغر قطعا من 7، والمويان تكون كبر من 0 عاد باش نافيشيو لي غودوبلو. هنايا ما عندناش مشكل لان تيدوز لهاد الكونديسيون هي الاولى، عاد تيدوز لهادي. يعني الا كانت مويان صغر من 10 راه بطبيعة الحال غادي تكون كبر من او يساوي 7، لاننا دزنا الشرط هنايا قبيله. الحاجه اخرى غنديرو هو ان النوت تكون كبر من 20، اذا اوتوماتيكمون غادي نقولوا ليه else، يعني اي كا من غير هادو اللي عطيناك هنايا هاش غتافيشي، اش غيافيشي لنا نوت انفاليد، نوت انفاليد مزيان. يعني الى لقى النقطه ما بين 0 و 7 ردوبلو، ما بين 10 و 7 راتراباج، ما بين 20 و 10 ادمي. اذا و الى دار شي حاجه من غير داكشي غادي يخرج ليه نوت انفاليد. غنلونسيو البروغرام مزيان، دوني فوتر نوت، غندير 22 نوت انفاليد مزيان. اذا غندير هاد المره ناقص 1 غاتراباج. باقي عندنا بروبليم في سميتو في النيجاتيف، علاش؟
فوالا هنا فين عندنا مشكل. يعني إلا صابها صغر من الزيرو، إلا صابها ما بين صفر وسبعة راه مزيان تيدوزها. هنايا قلنا لي إلا كانت صغر من 10 راه ناقص واحد، راه هي صغر من 10 يعني افيشينا راه ترباج. هنا حتى هنا خصنا نديرو ديك اند اند مويان 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 غتكون صغر من او لا كبر من او تساوي 7 مزيان. وهنا الا كانت مويان ندخلو صغر من او تساوي 10 هنا باش ما يبقاش افيشي لنا ادمي. اذا دابا طريت انا كاع لي كالي كاينين، غنخلي نيجاتيف دابا ناقص واحد نوت انفاليد. فوالا هادشي اللي شنقلبو، ناقص 18 ولا 151 نوت انفاليد. اذا هذا كان شويه هضرنا شويه على لي كونديسيون، شويه ديال لي كونديسيون اللي شويه مداخلين بعضياتهم. تعلمنا لو اي، لو اي واه هذا هو لو اي، جوج ديال اند كيفاش تكتبوها في الكلافي اللي عنده كلافي ازرتي غتلقاوها في الواحد، الواحد دي فوق ا. المهم راه كاينه فوق ا على اليسر، فوق ا على اليسر كاينه تماك اند. بالنسبه او لا غنشوفوها من بعد، او لا كونديسيون او غادي نشوفوها من بعد، وغادي نشوفو معاها حاجه اخرى ان شاء الله. اذا باقي عندنا تيتوريال اخر ان شاء الله في لي كونديسيون، ونشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش تابونا وتاكدوا انكم تشوفوا الفيديو في الترا ستاتيك 100. غتلقاو لي ليان ديال لاباج فيسبوك في ديسكريبسيون. اذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، نشوفكم فيديو اخر.